مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكردستاني وفدا من شيوخ عشائر كركوك. وأكد شيوخ العشائر خلال اللقاء دعمهم الكامل لقوات البيشمركة، مثمنين الدور البطولي لقوات البيشمركة والقوات الأمنية في حماية أمن وسلامة المواطنين في كركوك دون تمييز. كما ثمن شيوخ عشائر كركوك عاليا الجهود التي يبذلها الاتحاد الوطني الكردستاني في الحفاظ على روح الأخوة والتعايش المشترك بين مكونات كركوك. من جهته أكد آسو مامند أن مركز تنظيمات كركوك سائر على نهج وسياسة الاتحاد الوطني الكردستاني والرئيس مام جلال القائمة على أساس الاهتمام بالعلاقات الأخوية بين مكونات كركوك والعمل على الارتقاء بواقع مدينة كركوك. هذا ومن جانب آخر، استقبل مسؤول المركز الثاني لتنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكردستاني آسو مامند وفدا من البيت الثقافي في كركوك برئاسة مدير البيت الثقافي يرافقه ممثل وزير الثقافة. وضم الوفد الزائر عددا من الفنانين والإعلاميين من مختلف القوميات، بينهم نقيب فناني كركوك ورئيس الهيئة الإدارية للنقابة، حيث أشار وفد البيت الثقافي إلى أنه ينتهج في عمله سياسة شدة الورد التي أطلقها الرئيس مام جلال كي تكون أساسا للتعامل بين مكونات كركوك، مثمنا دور إدارة محافظة كركوك ومركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكردستاني. من جانبه جدد مسؤول مركز تنظيمات كركوك دعمه للمثقفين والفنانين، مشيرا إلى أن أبواب مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكردستاني مفتوحة أمام جميع الفنانين والمثقفين، واصفا مركز تنظيمات كركوك ببيت جميع مكونات وشرائح كركوك. هذا وقدم وفد البيت الثقافي درع العطاء أو العطاء الثقافي لمسؤول مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكردستاني آسو مامند، والذي يعد أول درع لوزارة الثقافة العراقية يمنح لإحدى الشخصيات السياسية في مدينة كركوك. من جهة أخرى، افتتح نائب